وانضم الينا من لندن الدكتور كامل حواشي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور كامل، بدايه، هل يحق للامير هاري ان يصدر كتابا يتناول اسرار قصر باكنغهام دون الرجوع الى رموز اسرته؟ اولا كل عام وانتم جميعا بخير. الواقع هي مفاجاه، ولكن الامير هاري منذ ان يعني تزوج ميغان وتصرفاته العامه لا تتماشى مع كونه أميرا، فالآن هو ينظر إلى الناحية، أولا أنه أطلق سراحه إلى حد ما ليتحدث كما يشاء، أنه فرد عام لديه خصوصيات لأنه كان أميرا، ولكنه يعني يستطيع أن يكتب كتابا إذا أراد أن يمثل يلقي خطابا، فهو ليس لديه مرجعية إلى العائلة المالكة. ولكن المفاجأة هي أنه لم يقل لوالده انه سيتم نشر هذا الكتاب العام القادم، وليس هناك اي شك انه سيكون من ضمنه حديث عن والده ووالدته، ولا ننسى ان والدته كانت الاميره ديانا. طيب، كانت هناك مؤشرات دكتور على تحسن العلاقه بين الاخوين، خاصه بعد رفع الستار عن تمثال ديانا في ذكرى ميلادها الستين، ما مصير هذه العلاقه الان؟ يعني العلاقة بين الأميرين وطبعا أحدهم سيكون وليا أو ولي بولي للعهد، والآخر والثاني ليس له فرصة أبدا أن يكون أميرا أو ملكا. العلاقة ليست جيدة من فترة طويلة، ولكن في الواقع كان قبل أن يرتبط بميركل العلاقة بينهما قوية جدا، فممكن أن يكون هناك ربط بين زواجه و يعني ذهابه بعيدا بعض الشيء عن العائله المالكه كلها، ولكن ان يكون هناك علاقه غير قويه بينه وبين اخيه، فهذا يعني مؤسف جدا بالنسبه لمن يتابع العائله المالكه. ولكن ايضا ما اثاره موضوع الكتاب هو اهميه قصه او سرديه العائله المالكه ليس فقط في بريطانيا وانما حول العالم. ففعلا سيتم بيع اعداد هائله من هذا الكتاب عند صدوره، لان هناك بعض التعطش، لان في العالم كله في الواقع ربما قد يكون هناك اسرار تكشف في هذا الكتاب عن العائله المالكه، عن علاقات داخلها، علاقه الامير هاري مع والده ووالدته واخيه، فهذا يثبت. وطبعا ايضا ميغان هي جزء من هذه الرباعيه اذا اردت، فهناك تعطش كبير لهذا الكتاب. طيب، اذا الى اي مدى دكتور من خلال ما ذكرته الان يمكن ان يؤثر المسار الذي اختاره هاري والكتاب بشكل خاص على استمراريه العائله المالكه في بريطانيا؟ ما زال هناك في بريطانيا احترام كبير للعائله المالكه، ولكن هو مركز جدا في شخص الملكه نفسها. يعني ماذا ستكون النظرة إلى من سيخلفها إن كان الأمير تشارلز أو إذا قرروا الذهاب إلى ابنه، فهذا من المجهول. طالما الملكة على قيد الحياة وطالما هي تستطيع القيام بمهامها الملكية ثابتة في بريطانيا، تحديثها قد يأتي بعد أن تتنازل عن الحكم أو أن يعني أن تنتهي حياتها، ولكن ليس واضحا كيف يستمر الإيحاء للشعب البريطاني بأنها مهمة لبريطانيا. يعني يقال أن الملكية تدر على بريطانيا أموالا كبيرة، الناحية التجارية إذا ذهب أحد الأمراء وزوجته مثلا إلى دولة معينة قد يكون هناك توقيع اتفاقيات، شركات تحضر معهم، ولكن بعد ذهاب الملكة الوضع ليس واضحا في الواقع. من لندن كنت معنا دكتور كامل حواش، الكاتب والمحلل والسياسي، شكرا جزيلا لك.